ما هي البورصة والفرق بين الأسهم والسندات؟ البورصة هي أحد أنواع الأسواق التي يتم فيها بيع وشراء الأوراق المالية، وهذه العملية نفسها تسمى بالتداول. أما الأوراق المالية فهي شهادة ذات قيمة نقدية تصدرها الحكومة أو الشركات العامة بغرض جمع الأموال لتمويل أنشطتها بدل أخذ قرض من البنك. وأهم الأسهم، حيث تقوم الشركة بإصدار أسهمها للتداول، يعني بيعها للشركة على أجزاء وبقيم متساوية. وعند شرائك للسهم تكون قد امتلكت جزء من الشركة ولك نصيب في أرباحها، بالإضافة طبعا إلى الحق في المشاركة باتخاذ القرارات الرئيسية في الشركة. ثانيا السندات. السندات عبارة عن وحدات دين تصدرها الشركة بقيمة متساوية وقابلة للتداول، وهي قرض على الشركة يتم سدادها في نهاية فترة محددة وتدفع عليها علاوة وهي الفائدة. ما تنسوا ترسلوا لنا استفساراتكم لحتى نجاوبكم عليها بالتعليقات، وتابعوا معنا الفيديوهات على القناة لحتى توصلوا معنا لحد الاحتراف.